البعض يقول اللهم اعتق رقابنا من النار، فهل هذا الدعاء سائغ شرعا؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذه الصيغة، بمعنى أني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم اعتقني من النار، إنما الذي جاء هو السؤال، سؤال الله تعالى الوقاية من النار في القرآن الكريم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في ما رواه التميمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر سبع مرات: اللهم أجني من النار، اللهم أجني من النار، وربي أجني من النار، ربي أجني من النار، يكررها سبع مرات. والحديث في إسناده مقال صححه بعض أهل العلم. فسؤال الإجارة من النار والوقاية منها هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال العتق من النار هل فيه محظور؟ ذكرت لا أعلم أنه ورد في حديث سؤال العتق من النار، لكن هل يصلح أن يدعو بذلك؟ الجواب لا حرج في أن يدعو بالعتق من النار، وسؤال العتق من النار لا يعني أنه دخل النار أو أنه استوجبها فيسأل الفكاك منها، بل هو يسأل الله تعالى أن يرزقه من العمل ما يفتك به من النار. وقد جاء في المسند في فضائل رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عتقاء من النار كل يوم وليلة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل العتق أنه يعتق من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار. والمقصود أن ذلك مما يفتك به الإنسان من عذاب النار، فلا حرج في هذا الدعاء، ولا أعلم أنه يتضمن محظورا أو اعتداء فلا بأس به. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم.